وأن الواجب على كل مكلف أن يخلص لله في أعماله وأن يعبده وحده دون كل ما سواه، وأن يكون ذلك على طبق شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا يجب على جميع المكلفين أن يعبدوا الله وحده ويخلصوا له العمل على مطابقة الشريعة التي بعث بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فإن العمل له شرطان، التقرب إلى الله والعمل الصالح له شرطان، أحدهما الإخلاص لله وأن تكون النية لله، والشرط الثاني موافقة الشريعة كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا للشريعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. ويقول جل وعلا: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ولا يخفى عليه خافية جل وعلا. ويقول سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالواجب على جميع المكلفين في أعمالهم وأقوالهم الإخلاص لله والتقرب إليه في عباداتهم من صلاة وصوم وحج وصدقات وجهاد وغير ذلك. يجب أن يكون العمل لله وحده يقصد به وجهه وقربة إليه وطلب ثوابه حتى يحصل الأجر والثواب من الله عز وجل وحتى تبرأ الذمة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن صلى لله فصلاته لله، ومن صلى للرياء فصلاته للرياء، وهكذا من حج أو صدق أو جاهد أو نحو ذلك للرياء فله الرياء، ومن قصد وجه الله والدار الآخرة فله نية وله قصده. فنية لها شأن عظيم ومقام عظيم في أعمالك يا عبد الله، الظاهرة والباطنة. فالهجرة والصيام والصدقة والجهاد والحج وغير ذلك كله يحتاج إلى النية لله، وأن تكون قصدت وجه ربك ترجو ثوابه وتخشى عقابه. فالإنسان يخرج من بيته قاصدا عملا صالح فله أجره، قاصدا عملا سيئا فعليه وزره إذا فعله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: يغزو جيش من الكعبة، يعني في آخر الزمان، لهدمها، فيخسف الله بهم الأرض، يعني عقوبة عاجلة. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، كيف يخسف بهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ لأن عدت الجيوش إذا جاءت يأتي فيها أسواق للبيع والشراء، يأتي أناس ليسوا منهم، إنما جاءوا إما للشراء أو للبيع أو للاطلاع على الجيش ليسوا منهم. قال عليه الصلاة والسلام: يخسف بهم جميعا ثم يبعثون على نيته، كل يبعث على نيته، اللي منهم يبعث على نيته، واللي معهم وليس له نية نيتهم يبعث على نيته. هكذا العقوبات إذا عمت عم الصالح والطالح، ثم يبعث كل على نيته. فالواجب على المكلف أن يحذر عقوبة الله وبأسه، وأن يجتهد في إخلاص العمل لله وموافقات الشريعة قبل أن يهجم عليه أجل أو تحل عقوبة تعمه وتعم غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا منكر فلم يغيره أو شك أن يعمهم الله بعقابه. فاللفظ الآخر: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقابه. وقد أهلك الله أمما كثيرة من العقوبات العامة: قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط وغيرهم، أمم كثيرة كلها أهلكت بالعقوبات العامة لما ضيعوا أمر الله واستحلوا الشرك به وظلموا عباده عمتهم العقوبات، نسأل الله العافية. فالواجب على كل مكلف أن يحذر نقمة الله، وأن يبتعد عن أسباب غضبه، وأن يجتهد في أداء حقه يرجو ثوابه ويخشى عقابه. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم انفروا، يعني بعدما فتح الله مكة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع هناك هجرة منها، كان المسلمون يهاجرون مكة إلى المدينة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إليها، فلما فتح الله مكة صارت بلد إسلام ولا هجرة منها. وهكذا كل بلد يهاجر منها لأنها بلد شرك، إذا أسلم أهلها صارت بلد إسلام ولا هجرة منها، ولكن الجهاد باقي، جهاد ونية، جهاد في سبيل الله لأعداء الله، والنية التي هي قصد وجه الله، قصد إعلاء كلمة الله، لابد من النية في الجهاد وغير الجهاد. في الجهاد يقصد بجهاده إعلاء كلمة الله، هذا هو الجهاد الشرعي، وفي أعماله الأخرى من صلاة وغيرها يقصد وجه الله والتقرب إليه لا رياء ولا سمعة، وبهذا يحصل لها الأجر العظيم والعاقبة الحميدة. وفق الله جميعا.